السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة للمين أو المين جي اس، شنو الأشياء اللي يحتاج نعملها لجماعة الويندوز؟ أنا بستخدم طبعا ويندوز 8 كفيرتشوال، يعني كمنتجات مايكروسوفت ما أعرف، أنا حسيت الويندوز 8.1 هو أجمل شيء وبتصوري أنه أفضل شيء. طبعا أنا ما أستخدم منتجات مايكروسوفت نهائيا. نجي نشوف هنا في الويندوز، لاحظ في النوت جي اس، مجرد ادخل على النوت جي اس في مكان الداونلود الاحظ انه انا عندي الويندوز، مجرد اضغط على 64. طبعا انت لازم تتاكد معمارية حاسبتك هي 64 او 32 بت. بيرسونلايز من البيرسون، مش بيرسونلايز، وانا ما ماي كمبيوتر رايت كليك بروبرتيز، ممكن هنا يكتب لك اياه. لاحظ هنا 64 بت الاوبريشن سيستم 64 بت، فلذلك انا حستخدم ال 64 بت. ويندوز انستولر 32 64، اعمل داونلود، الاحظ في الاسفل هو داونلودد. المونجو دي بي كذلك اعمل داونلود، اوكي اضغط على الداونلود، انزل للاسفل، انا اختاريت ثاني واحد without SSL، اوكي للناس اللي تحب SSL ما عندك مشكله. وايضا الجيت اللي هو جيت SCM، جيت ناقصا SCM.com، ايضا تعمل داونلود. الكل بالتالي يكون على شكل ملفات تنفيذية. لو نجي على الداونلود، في الداونلود نلاحظ هنا، خلينا نحذف هذا، نحذف هذا، هذا ايضا، هذا ايضا، هذا ايضا، اوكي لانه احنا نلاحظ انه السي امتلأ عندي، هذا امبيتي ريسايكل بن ذس كمبيوتر، لاحظ. طيب داونلود هنا الجيت اقوم بتنصيبها ران، لاحظ كم هي سهل. في الويندوز عمليات التنصيب تكون سهله جدا لانه كلها نيكست 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 نيكست. يس راح يقوم بعمليه التنصيب الجيت. هذا اوكي هذا كمل. ممكن تعمل اللانش للجيت باش، هذا هو. طيب نغلقها. المونجو دي بي ايضا يحتاج تنصيب، ران نيكست اكسبت نيكست كومبليت نيكست انستول. لا تنسى انه المونجو دي بي حيكون الكوميونيتي اديشن، اوكي كوميونيتي سيرفر، لا تحمل انتربرايز لانه يحتاج من عندك مفتاح ولايسنس والى اخره. الكوميونيتي مهم جدا وكافي جدا، يعني ما اقصد انه مهم لا، وانما كافي جدا انه انت تشتغل على المونجو دي بي. يبقى اخر شيء انه احنا نحمل النود جي اس. يس طبعا احنا الطريقه شرحناها بنشرحها على اللينكس وكيف نستخدم الادوات. انت نفس الشيء بتستخدمها للويندوز، يعني الكوماندات هي نفسها ما تفرق نهائيا، لان هذه الكوماندات هي يعني عايده للمين جي اس وليست لللينكس مثلا او الماك او الويندوز. تايم اوكي 4 دقائق. خلينا نشوف هنا بال
مش في الداونلود وانا ما هنا. اوكي نيكست، لاحظ اكسبت نيكست، لاحظ سهل جدا. يس بس اريد اتاكد من البروجرام فايل، يمكن عندي برامج كثيره محمله لهذا بيكون عندي ثقيل جدا. لاحظ جينس 3 وبلاوي، انا عندي بلاوي حتى يمكن اندرويد ستوديو هم عندي. هذا يعمل بطيء جدا الحاسبه لانه انا مع 30 جيجا رام بس. لاحظ 221 ميجا فقط فري. طيب successfully installed. لو نجي هنا نكتب مجموعة أشياء مثلا الجيت، الجيت متعرف تمام، نكتب مثلا نود ماينس في، لاحظ طلع لي الفيرجن 6.10. مونجو دي باش نوت ريكوجنايزد. خلنا نشوف هنا المونجو دي بي اذا كان تعرف. مونجو اوكي، مونجو دي بي هذا موجود هنا، مونجو دي بي، بس يمكن هذا مو منصب بالحاسبة. it's too low to it's too low to run. خلنا نعمل هذا الانستاليشن، الدرس القادم نشرح لكم الان. لهنا خلينا نقول لكم مع السلامة لين 7 دقائق.